بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حالة هيباتيتس A لطفلة 8 سنوات. الحالة طبعا بيكون إصابة بفيروس الفيروس الكبدي A. الحالة ديت بتؤثر طبعا على الإنزيمات الكبدية، وبتصل الإنزيمات الكبدية اللي في بداية المرحلة إلى عدة آلاف. في مثل هذه الحالات ان احنا بنعمل حاجه بيسموها سيريال دايلوشن، اللي هي سلسله من التخفيفات اللي قد تكلف المعمل اكثر من تكلفه المريض، لكن بنحرص عليها للخروج بافضل النتائج التي تفيد الطبيب والمريض في عمليه التشخيص ومتابعه المرض. الحاله اللي قدام حضراتكم ديت احنا عملنا سلسله من التخفيفات لحتى وصلت النتيجه النهائية لإنزيمات الكبد الـ ALT إلى 3200. طبعا الحالة ديت لو طلعت مثلا 1000 وبعد أسبوع المريض عمل التحليل وطلع 1500، طبعا الطبيب هو شايف الحالة تحسنت قدامه، لكن التحليل بيضلل الطبيب في مسألة التأثير الدوائي أو فبيضطر ان هو يقول للمريض عيد التحليل في معمل تاني. فبنحرص ان احنا بنعمل التحليل بهذه الطريقة حتى وان كلفنا اكثر من تكلفة المريض، لكن بنخرج بافضل النتائج اللي بيعتمد عليها الطبيب والمريض في عملية التشخيص والمتابعة. ومعذرة على الإطالة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.